العشوائي عصام يوسف. ضيوفنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وطلبة المدارس في مصر والعالم العربي، اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج العباقرة. برنامج العباقرة يقدم اليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الموسم 13 من العباقرة، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو الطالب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة في بطولة العباقرة هتساوي مبلغ نقدي. في المرحلة الأولى كل نقطة ب2000 جنيه وهيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير المدارس الحكومية في مصر. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 4,630,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. دور الـ 32 الموسم الـ 13 وأول مدرسة مشرفانا في الاستوديو بتشارك لتاني مرة. أول مرة كان سنة 2017 من أكتر من 5 سنين. من التجمع الأول محافظة القاهرة نرحب كلنا مدرسة جرين هايتس. مدارس جرين هايتس للغات أنشئت عام 2000 بمحافظة القاهرة، تقدم المنهج التعليمي نصف الدولي الذي يجمع من صفات المنهج القومي بالإضافة إلى قوة اللغة في المناهج الدولية. تسعى لتقديم أجيال تتمتع بالإبداع والثقة بالنفس والتفكير المنطقي والانضباط النفسي، وذلك من خلال نخبة من أفضل المعلمين والمعلمات. شعار المدرسة: نحن نصنع قادة المستقبل. هيمثل مدرسة جرين هايتس في ماتش النهارده 8 طلاب، هبتدي منهم 4 واول واحده فيهم ملك خالد. مبسوطه جدا اني بشارك في برنامج العباقره لان ده كان حلمي من وانا صغيره، وهحاول على قد ما اقدر ان احنا نجاوب على اكتر عدد من الاسئله ونوصل للفاينلز. مروان ياسر. احنا مدرستنا شاركت في الموسم الرابع ولكن للاسف ما حلفهاش الحظ، واحنا جايين الموسم ده جاهزين وكلنا حماس ومش بس عايزين نوصل للدور 16، لا عايزين نتاهل ونوصل للنهائيات. سلمى حاتم. مدرستنا كان ليها دور كبير قوي معانا، هي عملت اختبارات كتير قوي عشان تقدر تختار احسن 8 يقدروا يشيلوا اسمها ويدخلوا المسابقه، واحنا علينا مسؤوليه كبيره قوي وان شاء الله نقدر نشرف اسم المدرسه في ماتش النهارده. عمر وائل. أهلي لما عرفوا إن أنا بشارك في برنامج العباقرة كانوا مبسوطين بيا جدا وكانوا فخورين بيا وكانوا بيساعدوني عن طريق إن هم يشوفوا لي كتب أو مراجع أقدر أبص فيها وإن شاء الله أقدر أفرحهم في ماتش النهاردة. جرين هايتس تجمع الأول، الحمد لله على السلامة. عودة حميدة. من 2017 المدرسة شاركت مرة واختفت وفجأة رجعت تاني، إيه اللي حصل يا ملك؟ مع أول مرة جربنا فيها للأسف ما توفقناش، فاشتغلنا على نفسنا كتير وحاولنا ان احنا المره دي لما نخش نكون واثقين من نفسنا وذاكرنا على قد ما نقدر كويس. مهندسة وإعلامية، احكي لي فكري ازاي. هو انا بحب الهندسة وبحب الماس جدا، بس حسن هو تخصص صعب جدا وانا شخصية مشتتة فمش بعرف انقي انا عايزة ايه بالظبط، مترددة يعني بالظبط. طيب قولي لي لو هندسة، هندسة ايه؟ ديكور. ومذيعة إعلامية عايزة تقدمي برنامج عن ايه؟ برنامج يبقى أغلبيته توك شو أو إن أنا أستضيف حد وأتكلم معاه، عشان بحس إن إحنا يعني البرامج دي بتطلع فعلا بني آدمين اللي قدامنا وبنعرف نتكلم معاهم ونطلع حقيقتهم قدام ناس مثلا مش عارفاهم أو كده. أخبار الباسكت بول ايه؟ تمام كويس. بتلعبي فين؟ نادي هيليليدو. جميل. التجمع الأول ومصر الجديدة قريبين من بعض، شكل كده من مصر الجديدة. مصر الجديدة. تمام. سلمى حاتم الحمد لله على السلامة. ميرسي. طبعًا عايز أقول لك حاجة، من ساعة ما دخلت الاستوديو كل الناس بتقول لي سلمى حاتم لسه الحمد لله خارجة من عملية. ألف حمد لله على السلامة. الله يسلمك. مش عايزين نسأل في التفاصيل ولكن عايزين نطمن. بقيتي كويسة؟ الحمد لله. مامتك مثلك الأعلى. اخترتيها كمثل اعلى وقدوه ليه؟
واكيد طبعا عشان بحبها قوي، وبعدين هي يعني علمتني ازاي اقدر ان انا ابقى قويه، كانت بتبقى سندني في كل حاجه، عارفه ان هي مجرد ما يحصل لي حاجه هي تكون واقفه معايا، يعني تمت بيا بكل تفاصيلي مهما كانت، خلتني عايزه ابقى ام يعني. ياه حلو قوي الاحساس ده للدرجه دي. مدام اميره مساء الخير. مساء النور يا فندم. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. سلمى بتحبك جدا واضح. واحنا مبسوطين ان حضرتك منورانا في الاستوديو، والف حمد لله على سلامه سلمى. الله يسلم حضرتك، احنا مبسوطين اكتر ان احنا معاكم. سلمى كانت كير جدا ان هي تحضر النهارده مع حضرتك، رغم ان هي لسه ما لحقتش يعني تتعافى بالقدر الكافي، بس شرف لينا ان احنا الحمد لله شكلها كويس ومبتسمه وجميله اهي. الحمد لله. صح الحمد. بعدين احنا مش بنهزر، احنا اقوياء، عندنا مباراه يعني. صح. ولا ايه رايك؟ صح. سلمى عايزه تطلعي مهندسه ديكور زي مين بقى؟ لا مفيش حد بالظبط، بس هو انا عشان بحب الديكور وتنسيق الالوان، بحب اشوف حاجه قبل ما تتعمل مثلا وتخيلها وبعد كده تطلع زي ما حبيت يعني. جميل. مروان وعمر برحب بيكم، وهنتكلم مع بعض وسط الحلقه. نحيي كليه مدرسه جرين هايتس التجمع الاول. اما المدرسه الثانيه واللي مشرفانا في الاستوديو بتشارك لاول مره من مدينة برج العرب الجديدة محافظة اسكندرية، رحب كلنا مدرسة الشهيد مهيد الهواري الثانوية. مدرسة الشهيد مهيد الهواري الثانوية هي إحدى مدارس إدارة برج العرب التعليمية التابعة لمحافظة الأسكندرية، تأسست عام 2005 وكانت تحمل اسم مدرسة برج العرب التجريبية، وفي عام 2018 تم تغيير اسمها لتحمل اسم الشهيد الرائد مهيد الهواري. تخرج في المدرسة عدد من النماذج المشرفة والمتميزة، تهدف المدرسة إلى بناء شخصية متكاملة للطالب علمياً وفكرياً وأخلاقياً. هيمثل مدرسة الشهيد مهيد الهواري الثانوية في ماتش النهاردة 8 طلاب، هبتدي منهم 4، وأول واحدة فيهم شهد جلال. مدرستنا حفزتنا وقدمت لنا كل الدعم علشان نوصل لهنا ونظهر بشكل مشرف في المشاركة الأولى، والمشرفين جايين معنا النهاردة يحفزونا، إن شاء الله نكون قد الثقة دي ونشرف مدرستنا. بلال أنور. دايما انا واهلي كنا متابعين البرنامج، دلوقتي انا باخد التجربه دي وبشارك بيه في نفسي لاول مره، بتمنى ان شاء الله ان احنا نجيب سكور كويس متاهل الدور 16. هنا جلال. انا فريقي معتمد عليه النهارده في الادب، ان شاء الله اقدر اجاوب على كل اسئله الادب ونجيب سكور كويس ياهلنا للدور 16. زياد ايمن. نتشرف بمشاركتنا في برنامج العباقرة، ونتشرف طبعا ان كل اجابة صحيحة هنجاوبها تتحول لفلوس في خزنة البنك الاهلي المصري، وهتقدر تستفيد بها المدارس الحكومية في التطوير ان شاء الله. مدرسة الشهيد مهيد الهواري برج العرب، الحمد لله على السلامة. السلامة. 12 موسم والمدرسة مختفية، ايه اللي حصل يا بلال؟ الاول احنا شفنا يعني احنا كطلبة شفنا الاعلان بتاع البرنامج، وبعد كده توجهنا لإدارة المدرسة وقلنا لهم إن احنا حابين نشارك في البرنامج ده، طبعا هم كانوا داعمين بشدة لينا ومتردوش لحظة إنهم يخلونا احنا نشارك. بعد كده طبعا جينا هنا أدينا التصفيات الحمد لله واتقابلنا، واحنا دلوقتي موجودين هنا. عايز تبقى دكتور؟ إن شاء الله. بتفكر إزاي في مستقبلك؟ بفكر إن أنا يبقى ليا بصمة في المجتمع، تخلد اسمي في التاريخ. في التاريخ مرة واحدة إن شاء الله. هاي ممتاز. أخبار التنس إيه؟ تمام الحمد لله. بتحب تتفرج على مين في اللعيبة المحترفين؟ لا وانا مش يعني مش متابع قوي حكاية التنس وكده، بس انا بحب ألعبه اكتر. لا لازم تتابع طبعا، لو تابعت هتتعلم. صح. لو اتفرجت هتشوف بعد تاني للعبة ان شاء الله. هنا وشهد توينز توأم، طبعا انا هعرف افرق بينكم بسهولة. ليه؟ عشان هنا لابسة بريسز. صح. فسهلتوا عليا المأمورية. مين فيكوا أكبر؟ مش عارفة بالتحديد، بس تقريبا أنا يعني. مفيش تقريبا، هو لازم يبقى في حد أكبر من التاني. نقول أنا مفيهاش فصال يعني. أنت كبيرة يعني والأولى على المحافظة في تالتة إعدادي، صح؟ صح. برافو عليكي. شكرا لحضرتك. هنا علوم وناسا مرة واحدة، مش أي مكان يعني، محددة. اشمعنى ناسا؟ يعني اشتغل فيها عظماء كتير طبعا، وانا بحب فاروق الباز. دكتور فاروق الباز طبعا. طبعا.
عالم جليل وعنده ميزة بقى، مش بس شاطر كمان دمه خفيف جدا، يعني ما ببطلش ضحك طول ما نقعد معاه. نحيي كلية الدكتور فاروق الباز دكتورنا العظيم، مشرفنا قصاد العالم. زياد مستعد ماتش النهارده؟ ان شاء الله. متوقع ايه؟ ان شاء الله المكسب لينا ان شاء الله. ما شاء الله زياد حافظ القران. الحمد لله. ما شاء الله. امتى ابتديت تحفظ؟ ابتديت احفظ من وانا عندي 5 سنين. وامتى ختمت القران؟ ختمت وانا عندي 13 سنه، كنت في اولى اعدادي. بتراجع يا زياد؟ براجع الحمد لله. ممتاز. طالب مثالي، المركز الثاني على المحافظة في 2022. الحمد لله. برافو عليك، نحيي كلنا زياد أيمن، برافو عليك، ما شاء الله. مدرسة الشهيد مهيد الهواري، أول مرة تشاركوا، نتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلنا مدرسة الشهيد مهيد الهواري. العباقرة في الموسم الـ13 ست فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة هنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: وفقاً للأبجدية الإنجليزية، سويدن هو اسم إحدى الدول الإسكندنافية، فما هي؟ زياد أيمن. السويد. طبعاً السويد، إجابة صحيحة. مساحة السويد 450 ألف كيلومتر مربع، وعدد السكان 10.5 مليون نسمة. زياد تحب مين يبتدي الأول؟ اتفضل. تمام، جرين هايتس هتبتدي الأول. وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم 4 أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. جرين هايتس عندكم سؤال في جغرافيا. مروان امتى جوكر؟ صراحة مش محددين، ولكن هنشوف على حسب مجرى الحلقة يعني، أو مجرى الفقرة دي بالذات. أنت طبعا عارف إن الجوكر إجباري في الفقرة الأولى. مظبوط. تمام، جغرافيا. والسؤال: في أي قارة يقع نهر شاري؟ طول النهر 1400 كيلومتر، مساحة الحوض 650 ألف كيلومتر مربع. مروان إجابتك آسيا. قارة آسيا، إجابة خاطئة. في إجابة؟ أوروبا. أوروبا، ولا آسيا ولا أوروبا، إجابة خاطئة. 4 اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5: أمريكا الشمالية، إفريقيا، أمريكا الجنوبية، أستراليا. الرافد الرئيسي اللي بيغذي بحيرة تشاد فين بقى؟ أفريقيا. في إفريقيا، في تشاد وإفريقيا الوسطى. أول سؤال طار من جرين هايتس. الجوكر إمتى؟ تاريخ. تاريخ. في التاريخ. تمام، جغرافيا. والسؤال هو: تقع تلال بلاغات في إحدى الدول الأسيوية، فما هي؟ ارتفاع التلال من 550 ل 850 متر. السلسلة بتمتد لحوالي 320 كيلومتر. المنطقة دي بتستخدم في الرعي. إجابتك يا بلال. إيران. إيران، إجابة خاطئة. مش إيران. فين؟ منغوليا. منغوليا. منغوليا؟ شمعنا منغوليا؟ لان في جنوبها، هي في شمالها في جبال ألتاي، وفي جنوبها في 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 كذا سلسله هضاب يعني. ما اقنعتنيش. على العموم اجابه خاطئه. امال ايه؟
أربع اختيارات بزائد 10 وناقص 5. الصين، الهند، إندونيسيا، باكستان. باكستان. زياد بتاخد الريسك ليه؟ حسيت الاسم أقرب لباكستان، بلغت في حاجة من اللغة العربية. هما الاثنين الهند وباكستان على نفس الحدود صح؟ يعني الاسم ده ممكن يكون في الهند. زياد خدت الريسك بناقص 5. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة الهند. مدرسة الشهيد مهيد الهواري هتبتدوا بناقص 5. سؤال في التاريخ، جرين هايتس جوكر؟ لا. تاريخ والسؤال هو حلف مناهضة الكومنتيرن هو اتفاق تم توقيعه بين اليابان ودولة أوروبية عام 1936، فما هي؟ في 25 نوفمبر انضمت إيطاليا بعدها للحلف بسنة لمواجهة الشيوعية والاتحاد السوفيتي. بعد المعلومة اللي أنا قلتها ما ينفعش تجاوب غلط. إنجلترا. إزاي؟ أنا مش مقتنع بيها بس. اليابان. ما تحلفتش. وإيطاليا هيروح يتحالفوا مع انجلترا في الفترة دي؟ انا مش مقتنع بيها بس هو مصر على اجابته. اجابة خاطئة. في اجابة؟ زياد. المانيا. التلات دول حاربوا مع بعض ضد الحلفاء اللي منهم انجلترا، فبالكومن سنس لازم تبقى المانيا. اجابة صحيحة. ألمانيا الإجابة صحيحة. 10 نقط. زياد رجعت السكور لـ5. وعندكم دلوقتي سؤال في التاريخ، جوكر دوس على البازر. تاريخ والسؤال هو في عهد أي وزير حربية وقع العدوان الثلاثي على مصر عام 1956؟ طبعا ده بعد تأميم جمال عبد الناصر لقناة السويس في 26 يوليو. العدوان بدأ 29 أكتوبر وفشل وتم القضاء عليه في مارس 1957. شهد إجابتك. عبد المنعم رياض. طبعا إجابة خاطئة. فرصة 20 نقطة. كان وقتها وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة محمود سامي البارودي. دي طبعا يا ملك إجابة إيه؟ غير صحيح. لا، إجابة مضحكة طبعا، ده تاريخ تاني خالص. 4 اختيارات بزائد 20 أو ناقص 10. والسؤال ده سهل جدا. عبد الوهاب البشري، حسين الشافعي، عبد اللطيف البغدادي، عبد الحكيم عامر. شهد. عبد الحكيم عامر. طبعا طبعا. انا مش مصدقكم، انت مينفعش تساليني حتى. الفتره دي فتره مهمه في تاريخ مصر. عبد الحكيم عامر. طبعا اجابه صحيحه. 20 نقطه. النتيجه اتغيرت، 25 مهيد الهواري، جرين هايتس مفيش نقط، مش مركزين. وأنا نبهتكم في أول الحلقة. دلوقتي عندكم سؤال في الأدب. في جوكر؟ لا مفيش. يعني بقى في العلوم الجوكر. أدب والسؤال هو أديب وصحفي مصري راحل مؤلف كتاب ساعات بلا عقارب، فمن هو؟ اتنشر في 2002 مقالات متنوعة في الأدب والفلسفة والشعر والتاريخ والرحلات. أنيس منصور. أنيس منصور. إجابة مين يا مروان؟
هو تاني هو عمر جاي يدبسك النهارده بس انا مش قادر افهم هو عمر لو عنده الاجابه ما يقولها هو مش يعني بس عمر بيجي. مكسوف مثلا انا قلت مش متاكد مش متاكد فيدبسك انت بص يا مروان بس تبقى فاهم حاجه ان عمر صاحبك ده خبيث جدا جدا يا مروان انيس منصور طبعا اجابه صحيحه صاحب عمود مواقف في جريده الاهرام النتيجه 10 جرين هايتس 25 مهيد الهوال أدب والسؤال هو من هو الكاتب اللاتيني مؤلف رواية The Valkyries فتيات فالكري رحلة في الصحراء حيث يؤمن البطل بوجود ملكه الخاص اللي بيحميه وعنده شغف ان يشوفه ويتكلم معاه مين يا هنا؟ جبرهيل جارسيا ماركس إجابة خاطئة في إجابة؟ لا مشهور جداً 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 مفيش إجابة أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5 جورجي أمادو باولو كويلو بابلو نيرودا أنطونيو سكارماتا باولو كويلو طبعا باولو كويلو إجابة صحيحة باولو كويلو طبعا هي الإجابة الصحيحة 10 نقط مهمين جدا يا هنا النتيجة 35 الشهيد مهيد الهواري اسكندرية 10 جرين هايتس التجمع الأول القاهرة حان معاد الجوكر تفضلوا علوم والسؤال هو ما هي الصيغة الكيميائية لمركب يوديد الباريوم باريوم أيودايد الكيميكال فورميلا A يستخدم في تحضير ثاني أكسيد الباريوم ملك مش من حقك تكلمي مروان إجابتك بي آي بي آي احتياطي فريقك مش موافق ومتضايق كمان يعني مش بس مش موافق متضايق إجابة خاطئة شهيد مهيد فرصة 20 نقطة زياد بي آي آي 2 BAI2 ب20 نقطة إجابة صحيحة برافو عليك يا زياد 20 نقطة خطفت الجوكر من جرين هايتس 55 الشهيد مهيد الهواري 10 جرين هايتس آخر سؤال في الفقرة الشهيد مهيد الهواري علوم والسؤال هو من هي أول عالمة تحصل على رتبة الأستاذية من جامعة السوربون بباريس كان في مايو 1906 عشر ثواني زياد ماري كوري ماري كوري يا زياد إجابة صحيحة بعد وفاة جثة بيير كوري الشهيد مهيد الهواري برج العرب الجديدة 65 جرين هايتس التجمع الأول 10 هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة يبقى طلاب مصر جمعوا 75 نقطة في فقرة العلم وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 150 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر أبا
عبقرة المدارس الموسم الـ13 ومباراة في دور الـ32 وحفكركم بالنتيجة. الشهيد مهيد الهواري برج العرب الجديدة اسكندرية 65، جرين هايتس التجمع الأول للقاهرة 10. وجرين هايتس عندنا تغييرين، يحيى زهران نزل مكان مروان ياسر، وعلي الدين وليد نزل مكان عمر وائل. يا علي ازيك؟ الحمد لله. كنت قاعد انت متجنن على كرسي الاحتياطي، ايه رايك في الاداء؟ في احسن. في احسن بكتير. صح ولا غلط؟ في اسئله سهله طارت. اخبار الوتر بولو ايه؟ مبطل للاسف. مبطل؟ ليه؟ دي رياضه جميله جدا. ده حقيقي. عشان تركز عشان طب ولا ايه؟ ان شاء الله. ناوي على ايه؟ والله يعني لسه ما مش مستقر على تخصص معين، بس ان شاء الله. بس ناوي على طب باذن الله. ربنا يوفقك. يحيى زهران ازيك يا يحيى؟ الحمد لله. حضرتك هندسه ان شاء الله؟ بتفكر ازاي في مستقبلك؟ ان شاء الله عايز اخش هندسه عين شمس. اشمعنى عين شمس؟ كان كذا حد قال ان هي جامعه كويسه وكده. يعني عايز اقول لك حاجه، في شركات في المانيا بيبقى عينيها على خريجي هندسة عين شمس بالتحديد. يعني دي معلومة عندي. إن شاء الله. فيعني واضح إنك عايز تروح ألمانيا كده. إن شاء الله. الأول على الإدارة في تالتة إعدادي. عايزين الأول على الإدارة في ثانوية عامة. إن شاء الله بإذن الله. ربنا يوفقك. جرين هايتس عايزكوا ترجعوا تاني في المباراة. اتفقنا؟ الشهيد مهيد الهواري عندنا تغييرين. عمر محمد نزل مكان بلال أنور، وفاطمة كمال نزلت مكان هنا جلال. ازيك يا فاطمة؟ ازي حضرتك؟ ايه موضوع العلاج الطبيعي ده بقى؟ اشمعنى علاج طبيعي؟ والله هي مش من المجالات اللي باينة قوي دلوقتي، بس هي ليها مستقبل كبير بعدين ان شاء الله. وحاليا لا، هي ليها مستقبل مش بعدين، ليها مستقبل دلوقتي. العلاج الطبيعي بقى مهم جدا، احنا ما كناش فاهمين اهميته. ايوه فعلا. وكله يعني دلوقتي الفكر اتغير، مش كله عايز يروح لنفس الكليه، مش عايز هندسه، مش عايز طب، لا عايزين نخش في المجالات اللي هي مش حد بيخشها قوي. وغير كده في اختلاف. اختيارك موفق ان شاء الله. تمام. عمر محمد ازيك يا عمر؟ اهلا بحضرتك. عمر عايز يعمل فريق تطوعي في مجال التكنولوجيا، بتفكر ازاي؟ هي الفكرة عامة احنا شغالين عليها الفترة ديت، لكن على السوشيال ميديا اكتر، ان احنا نوعي الناس ونجيب لهم مجالات هم اول مرة يسمعوا عنها، لكن مجالات بعد كده في المستقبل هتكون كبيرة جدا. زي ايه؟ يعني زي مثلا الجرافيك ديزاين والبرمجة، وعندك في حاجات كتير ماركتينج ومجالات كتير جدا كمان. هم المشكلة ان في مجالات كتير جدا ومواهب كتير جدا، لكن محتاج اللي يقول لهم ده المجال بتاعكم، ده اللي هتقدروا تنجحوا. عايز تدي جايدنس كده للناس، تقول لهم ازاي تشتغلوا في مجال التكنولوجيا، وازاي تعلموا نفسكم، وازاي تطوروا من نفسكم. صح؟ لو انا فاهم صح، ربنا يوفقك. دي حاجه عظيمه جدا، لانك ممكن من خلالها تكتشف ناس كتير. بالظبط. ربنا يوفقك يا عمر. نرجع لماتش النهارده والفقره الثانيه، فقره المعرفه. المعرفه. فقره المعرفه 4 اسئله 1-1، معلومات عامه، رياضه، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. أول 2 سلمى وشهد. شهد وسلمى، السؤال الأول في المعلومات العامة، ادينا على البازر، هيعتمد على السرعة. معلومات عامة، والسؤال هو ما هي الدولة العربية الأعلى إنتاجا للألمنيوم عام 2020؟ دولة خليجية 2.25 مليون متري. دولة خليجية ممكن تبقى ايه؟ الكويت. الكويت الحقيقة ولا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. إجابة خاطئة. أرضك. شهد. الإمارات. الإمارات الأولى، إجابة صحيحة. والبحرين الثانية، والسعودية الثالثة. مصر
الرقم 6. النتيجة اتغيرت، 75 الشهيد مهيد، 10 جرين هايتس، وسؤال في الرياضة يا علي. معانا عمر، رياضة، والسؤال هو: ما هو المنتخب الأكثر فوزاً بالميدالية الذهبية في أولمبياد كرة القدم سيدات حتى عام 2021؟ أمريكا. أمريكا، 4 بطولات من 7. إجابة صحيحة. 96، 2004، 2008، 2012. 20 جرين هايتس، 75 الشهيد مهيد الهواري. فاطمة وملك، ملك وفاطمة، تكنولوجيا، والسؤال هو: ساهم المهندس الآسيوي توشيدادا دوي في تطوير مجال الصوت الرقمي، فما هي جنسيته؟ ده اللي ساهم في اختراع القرص المضغوط اللي هو الكومباكت ديسك، جنسيته ايه؟ ياباني. ياباني طبعا، إجابة صحيحة. غلطانة يا ملك، مستنية ايه؟ ابتدى اول مشروع صوت رقمي داخل شركة سوني سنة 1964. سؤال في قدرات ذهنية يحيى وزياد، زياد ويحيى، قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل مسألة الاتية، 74 في 9 على 3 في 5 يساوي كام؟ 74 في 9 على 3 في 5. 1110. يا يحيى، 5 ثواني، إجابة صحيحة. برافو عليك يا يحيى، 10 نقط. مهمين جدا للجرين هايتس. جرين هايتس 30، 85 الشهيد مهيد الهواري. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون، فقرة الفنون، 4 أسئلة: سينما ومسرح، أغاني موسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديع. طبعا أسئلتنا هتعتمد على السرعة يا زياد، فأدينا على البزر. سينما ومسرح، والسؤال هو: من هو الفنان الراحل الذي قام بدور حسونة في فيلم حلق حوش؟ فنان كوميدي راحل من تأليف بشير الديك وإخراج محمد عبد العزيز. إجابتك؟ حسن حسني. حسن حسني ما كانش في الفيلم، إجابة خاطئة. في إجابة؟ في إجابة إن شاء الله. اتفضل يا فضل. علاء ولي الدين. طبعا، إجابة صحيحة. الإجابة كانت عندكم. نتيجة 95 مهيد الهواري، 30 جرين هايتس. أغاني موسيقى، والسؤال هو: أغنية هاير باور هي الفرقة روك بريطانية، فما هي؟ من ألبوم ميوزك أوف ذا سفيرز في 2021 يا عمر. The Chain Smoker. عمر، إجابة خاطئة. إجابتك يا يحيى. 5 Seconds of Summer. يحيى، إجابة خاطئة. عارفين مين؟ Coldplay. Coldplay. أيوة بالظبط كده، بالظبط Coldplay. لوحات ومعالم، والسؤال هو: في أي دولة أوروبية يقع قصر فيناريا؟ اتبنى خلال القرن 17. شاهد إجابتك. إيطاليا. إيطاليا، شاهد بتفكري، إجابة صحيحة. في تورينو.
تراث عالمي لليونسكو من 1997. 10 نقط مهمين جدا. السؤال الأخير سؤال سهل جدا ولكن محتاج تركيز، أسهل ما يكون. اللي هيركز وعنده سرعة بديهة هيخطف ال10 نقط. سرعة البديهة والسؤال هو: كم مرة تكرر الحرف أم في الصورة؟ سلمى إجابتك؟ 22. سلمى لسه فاطمة بتعدي. لا عديت بس أتأكد. كام يا فاطمة؟ هجيلك. إجابة صحيحة يا فاطمة، لازم يبقى بسرعة. برافو عليك يا سلمى، تركيز 10 نقط. النتيجة 40 جرين هايتس التجمع الأول للقاهرة، 105 مهيد الهواري برج العرب الجديدة اسكندرية. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 70 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 140 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 290 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. الموسم ال 13 عباقرة المدارس ومباراة جميلة في دور ال 32، وهفكركم بالنتيجة. الشهيد مهيد الهواري برج العرب الجديدة اسكندرية متقدمين 105، جرين هايتس التجمع الأول القاهرة 40. وجرين هايتس عندنا تغيير واحد بس، مروان ياسر رجع مكان يحيى زهران. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. علي وعمر، عمر وعلي. علي هتبتدي انت الاول، وعمر هتروح تسمع اغنية وترجع لها تاني. تعال مكاني يا علي. انت اصلا شكلك ما كنتش نازل في تحت الضغط. حصل تغيير مفاجئ في الخط. الاسئلة مش صعبة ولكن عايزة تركيز وسرعة. اتفقنا؟ نطمن على عمر. تحت ضغط كاونتر. في أي محيط تقع جزيرة تنريفي؟ الأطلنطي. صح. مفكر مصري راح المؤلف كتاب خاص. الوجود والعدم. من هي المطربة اللبنانية الملقبة بجارة القمر؟ نانسي عجرم. غلط. في إطار أي حرب وقعت معركة المزرعة الصينية؟ خاص. كم عدد ألوان علم دولة غينيا بيساو؟ 4. صح. ما هو الرمز الكيميائي لعنصر الزنك؟ ZN30. صح. من هو الفنان الذي قام بدور محمود في فيلم واحد من الناس؟ كريم عبد العزيز. صح. ما هي العملة الرسمية لاستراليا؟ درول استرالي. صح. في عهد أي حاكم لمصر تم إنشاء الجمعية الجغرافية المصرية؟ عام 1875. مش عارف. طيب تعالى مكان. كويس. لعلمك بقى أنت جاوبت 5 من 9، ولكن أنا في رأيي كان ممكن تجاوب أحسن من كده. شكرا. يعني كان في كام سؤال كده فلتوا منك. جارة القمر يا راجل، هتعرف دلوقتي يا مين. المزرعة الصينية دي وحشة منك بقى. صخير. هنتفاهم في السؤالين دول. سليم، عايزين عمر ينضم لينا، بس في حاجات كده ما ينفعش ما نبقاش عارفينها. عمر عايز تعرف علي عمل ايه ولا لا؟ 5 إجابات صح من 9. تمام. جاهز؟ جاهز. تحت الضغط كاونتر. في أي محيط تقع جزيرة تنريفي؟ أطلنطي. صح. مفكر مصري راح المؤلف كتاب الوجود والعدم، فمن طحسين. هو؟ غلط. من هي المطربة اللبنانية الملقبة بجارة القمر؟ نانسي عجرم. غلط. في إطار أي حرب وقعت معركة المزرعة الصينية؟
باص. كم عدد ألوان علم دولة غينيا بيساو؟ ثلاثة. غلط. ما هو الرمز الكيميائي لعنصر الزنك؟ ZN. صح. من هو الفنان الذي قام بدور محمود في فيلم واحد من الناس؟ باص. ما هي العملة الرسمية لأستراليا؟ دولار. صح. في عهد أي حاكم لمصر تم إنشاء الجمعية الجغرافية المصرية؟ جمال عبد الناصر. عام 1875. جمال عبد الناصر. غلط. ما هي الرياضة التي كان يحترفها اللاعب المصري؟ حضر. ثلاث إجابات صح مقابل خمس إجابات صح، ولكن انتوا الاثنين بتهزروا والله بتهزروا. استنوا بقى عشان اتحاسب معاهم. مفكر مصري راحل مؤلف كتاب الوجود والعدم، صفا محمود. طبعا دكتور مصطفى محمود. من هي المطربة اللبنانية جارة القمر؟ انتوا الاثنين بتقولوا نانسي عجرم. هي طبعا فيروز. في إطار أي حرب وقعت معركة المزرعة الصينية؟ حرب 6 أكتوبر. السؤال التاسع، في عهد أي حاكم لمصر تم إنشاء الجمعية الجغرافية المصرية عام 1875؟ أكيد هيبقى الخديوي إسماعيل. كلنا نحيي علي وعمر، عمر وعلي. النتيجة اتغيرت. علي كنتوا كام يا علي؟ 40. وكام إجابة صح؟ 5 بقيتوا 75، لأن في 10 نقط هدية من عمر. قول له شكراً. شكراً. عمر كنتوا كام؟ 105. 105 وثلاث إجابات صح، بقيتوا 120. النتيجة لسه بعيدة ولكن قربت. الفقرة اللي جاية مهمة جدا لأنها ممكن ترجعكوا تاني في المباراة. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. 25 نقطة الفريق واحد بس، وأول اتنين ملك وشهد. شهد وملك. السؤال الأول، حل مسألة الآتية: 5 في 8 في 4 زائد 420 يساوي كام؟ 5 في 8 في 4 زائد 420. شاهد إجابتك. 580. الهدف الأول. هدف بلا مقابل. السؤال الثاني، مروان وعمر، عمر ومروان. السؤال الثاني، رياضة: من هو الهداف التاريخي لمنتخب المجر لكرة القدم حتى عام 2021؟ 84 هدف. أسطورة ريال مدريد والمجر، في جايزة أفضل هدف من الفيفا باسمه ومحمد صلاح كسبها، مين بقى؟ بوشكش. صح. أنا كويس ان انتوا عارفين بوسكتس. كان المدير الفني لفريق المصري البورسعيد. اتفضلوا، هارد لك. سلمى وفاطمة، فاطمة وسلمى. السؤال الثالث، السؤال الثالث طبعا يا سلمى، لو فاطمة جاوبت صح هترجع ب 25 نقطة، فرصتك التعادل. السؤال الثالث، تاريخ قامت معركة دير العقول بين الدولة السفارية وإحدى الخلافات الإسلامية، فما هي؟ الدولة العباسية. الدولة العباسية. الهدف الثاني. هارد لك يا سلمى. انتصار حاسم للعباسيين في إبريل 876 ميلادية. 145 مدرسة الشهيد مهيد الهواري، 75 جرين هايتس. مدرسة الشهيد مهيد مستعدين أكتر شوية من جرين هايتس. الفقرة الأولى فرق اكتسبوا ثقة، وجرين هايتس إلو أكتر. المباراة لسه في الملعب، لسه الأمل موجود. إجابة صحيحة.
في أسئلة كتير بصراحة كنا عارفينها بس يعني طارت مننا بسبب التوتر. الحمد لله ربنا وفقني وقدرت أحرز الهدف وأخد 25 نقطة. بس الحظ ما حلفناش في ضربات الجزاء وإن شاء الله نعوض في عجلة الحظ. عجلة الحظ ممكن يبقى ليها رأي، محدش عارف السؤال السهل هيجي فين والسؤال الصعب هيجي فين. خلينا نشوف إيه اللي هيحصل في ماتش النهاردة. كالعادة هنقول مبروك وكالعادة هنقول هارد لك. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 75 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 150,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 440,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. مدارس الموسم ال13 مباراة مهمة في دور ال32، وهفكركم بالنتيجة. مدرسة الشهيد مهيد الهواري برج العرب الجديدة اسكندرية 145، جرين هايتس التجمع الأول القاهرة 75. ودلوقتي مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. رفايدة خالد اتفضلي، وهنشوف السؤال الأول وموضوع السؤال إيه. لفة كاملة يا رفايدة. معلومات عامة، سؤال في المعلومات العامة. يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين. بعشرين نقطة. معلومات عامة، والسؤال هو: أسست الأميرة عليسة إحدى المدن التونسية عام 814 قبل الميلاد، فما هي؟ أميرة، فينيقية، مدينة تراث عالمي لليونسكو. ثانية، أيوة في الثانية الأخيرة هتقعدوا تتكلموا مع بعض ما تجاوبوش. مدينة تراث عالمي لليونسكو من سنة 1979. علي إجابتك. ما فيش إجابة للأسف الشديد، إجابة خاطئة. في إجابة عمر؟ قرطاج. قرطاج طبعا إجابة صحيحة. برافو عليك يا عمر، 20 نقطة وحسمت اللقاء، وألف مبروك اتأهلتوا لدور الـ16. ألف مبروك الشهيد مهيد الهواري. جرين هايتس هارد لك، ودعتوا البطولة من دور الـ32، مفيش مشكلة خالص. كفاية إن أنتوا خدتوا التجربة، وأنا في رأيي إنها إضافة بالنسبة لكم لو فكرتوا تشاركوا مرة تانية، ولكن محتاجين تعملوا مجهود أكتر من كده بكتير. صح ولا غلط؟ صح. متفقين؟ متفقين. نحيي كلنا مدرسة جرين هايتس. نورهان تفضلي. نورهان محمد، السؤال الثاني لمدرسة الشهيد مهيد الهواري، وهنشوف موضوع السؤال إيه. معلومات عامة، سؤال في المعلومات العامة. يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين نقطة. عشرين نقطة. معلومات عامة، والسؤال هو: تم توقيع ميثاق عام 1921 الخاص بحرية الترانزيت بإحدى المدن الإسبانية، فما هي؟ كان في شهر إبريل لتوفير تدابير التأمين والحفاظ على حرية الاتصالات والعبور. زياد إجابتك. مدريد. مدريد عاصمة إسبانيا. 20 نقطة، إجابة خاطئة.
فرصة 20 نقطة. علي إشبيلية، يعني احنا قلنا مدريد، أشهر مدينة تانية في إسبانيا هي إيه؟ برشلونة. إيه اللي يوديك إشبيلية؟ علي إجابة خاطئة. للأسف الشديد الإجابة الصحيحة برشلونة. السؤال الثالث مريم، تفضلي يا مريم. فنون، سؤال في الفنون، 20 نقطة ولا 30 نقطة؟ 30 تمام. فنون، والسؤال هو فنان عالمي قام بدور جيمس بوند في فيلم No Time to Die، فمن هو؟ دانيال كريغ. إجابة صحيحة. مية وخمسة جرين هايتس، 165 الشهيد مهيد الهواد. سؤال أخير عبد الرحمن محمد، تفضل يا عبد الرحمن، آخر سؤال في الحلقة. هنشوف موضوع السؤال إيه. قدرات ذهنية، سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ 30 دوس على البازر. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية، 22 في 33 ناقص 58 في 6 يساوي كام؟ 22 في 33 ناقص 58 في 6 يساوي كام؟ 3 ثواني. مفيش إجابة. يا ترى في إجابة في جرين هايتس؟ مروان إجابتك إيه؟ 232. 232؟ أيمن موافق؟ لا يا مستر لا. الإجابة الصحيحة كام؟ تقريباً 378. يا ابني أنت ما شاء الله عليك معجزة، أنت فعلاً معجزة. برافو عليك، برافو عليك مروان. طبعاً إجابة خاطئة زي ما أيمن قال، 378. سؤال ما كانش سهل، وأيمن بيحل من غير ورقة وقلم إن شاء الله. فعلاً سبحان الله، دي موهبة، موهبة فعلاً من عند ربنا. أفضل لاعب في ماتش النهاردة علي الدين وليد ب75 نقطة. وفي كده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 270 نقطة، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 540 ألف جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 5,170,000 ألف جنيه من البنك الأهلي للمشاركة في النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر. جرين هايتس، بكرر تاني، هارد لك، نحيي كلنا مدرسة جرين هايتس، مدرسة الشهيد مهيب الهواني. أشوفكم بإذن الله في دور الـ16، وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.